أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مبادرة يتم بموجبها العمل على تطوير نظام حماية الأجور وربطه بقاعدة بيانات الأجور المؤمن عليها. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد الله محمد آل محمود المدير التنفيذي لإدارة خدمات المشتركين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. نرحب فيك سيد عبد الله في نشرة أنباء الثالثة، وبداية كيف ستسهم هذه المبادرة في تطوير نظام حماية الأجور وضمان صحة البيانات المتعلقة بالأجور؟ يا هلا وسهلا بكم، مساكم الله بخير. بداية نشكر لكم اهتمامكم بتسليط الضوء على هذه المبادرة. يعني طبعا نؤكد على العلاقة الوثيقة التي تربطنا بهيئة تنظيم سوق العمل والجهود المشتركة التي تعد هذه المبادرة أحدى ثمارها. بالنسبة لمدى إسهام هذه المبادرة في تطوير نظام حماية الأجور، فمن خلال قيام أصحاب العمل بصرف أجور العاملين لديهم عبر حسابات بنكية، يمكن تحقيق الرقابة على التزام أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم بشكل حقيقي وفوري. نعم. إلى جانب ضمان صحة البيانات المتعلقة بأجور العاملين والرقابة على التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام التشريعات الخاصة بتنظيم الأجور. نعم. سيد عبد الله، ما هي النتائج المرجوة للتعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ وفي الواقع الطموحات والنتائج المرجوة من تطبيق هذا النظام عالية، يعني تعود على جميع أطراف علاقات العمل بالنفع. فالنظام يعني يضمن حقوق العامل بشكل صحيح، ويضمن سلاسة الإجراءات لصاحب العمل، ويسهم في استدامة صندوق التأمين الاجتماعي من خلال معرفة الأجور الحقيقية المصروفة. نعم. وفي النهاية يعني يؤسس قواعد بيانات دقيقة يمكن البناء عليها في رؤى وخطط مملكة البحرين. نعم. سيد عبد الله محمد آل محمود المدير التنفيذي لإدارة خدمات المشتركين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، شكرا جزيلا لك.